حسن. حسن كنت فين؟ ما كنتش. اللي عمل فيك كده؟ اللي عمل فيا كده طريقتك ومعاملتك للناس. يعني ايه؟ يعني اللي يسوى واللي ما يسواش بقى راسه براسنا. كامل المجنون اللي دماغه رايحه منه كان عايز يموتني. يا مري كده منه لنفسه؟ اسأل الناس لو مش مصدقني. استنى، مش بتكلم معاك. نعم. تغير هدومك، استناني في المكتب لحد ما ارجع لك. مروان فين امال؟ سمعتني قلت لك ايه؟ انا ممكن اعرف حاجه؟ قول. انا ليه كل ما بتتكلم معايا بتزعج؟ ليه بتبقى عصبي وكانك بتتخانق ويايا، مع انك لما بتتكلم مع مروان بتاخده على الهادي وبتحايله كان هو الحال اللي قريب من قلبك؟ لا ما تقولش كده، انت مروان عند ابوك في ميزان واحد. لا يا اما مش في ميزان واحد، لو كنا في ميزان واحد كان عملني زي ما بيعامله. ولدك اتجنن يا جبريه، فاكرني بفضل مروان عليه؟ لا يا اخويا، ده من كتر حبه ليك يعني نفسه يبقى قريب منك، تتكلم معاه اكتر، يحس كده ان هو عينك ودراعك.